يا سو بق بق. نعم يا حبيبي. عايز بق بق يعني شويه ميه. طب ما تقول يا عم عايز شويه ميه، بتجود ليه؟ انا فاكرك ما بتعرفش تتكلم عربي يعني. طب اخلص، عايز ايه؟ عايز ميه بس. عارف يا سيدي، هتقول لي عايز ازازه الميه تكون ساقعه مشبره، فاهمك؟ لا انا ما بحب اسقع، انا عايزها سخنه. هتقالي بقى ايه؟ عارف. هتقول لي عايزها معدنيه. يا حبيبي اديني فرصه اتكلم، انا عايز الميه. عارف. هتقول لي هات لي معاها كوبايه بلاستيك وما تكون نظيفه ومش مبصمه، فاهمكوا؟ انا عشت في الجيزه 4 سنين يلا، وحافظ حواراتكوا دي كلها. ان كنت انت شبح فانا سرساجي يلا. انا مش شبح يابا، انا سندال، انا بلال السندال. اقول لك على حاجه، مش عايز اي حاجه، يلا غور. يلا غور يا منصور، يلا يا منصور. اللهم طولك يا روح، ما كانش ضيف اللي هتقلق راحتي عشانه ده. خلص يا واد، شوف العربيه اللي عايزها بلال وهاتها له بسرعه. انت عايز عربيه ايه؟ بص يا ابني، عارف تكون شيك وموديل السنه دي، فتحه سقف سماعاتك تنزل تشقط. يا اخي اتقي الله، يا اخي اتقي الله انت واسمعني، سيبني اتكلم. عايز عربيه تكون، عارف تكون هامر ولونها اصفر زي اللي كانت مع عمرو دياب في الاعلان، وتنزل تضرب الكطايه وتتفشخر على اللي خلفونا. ها هو ايه اللي ها؟ اسمع اسمع، عاوز عربيه بجو 7 راكب، عارفها؟ اشمعنى دي؟ هنزل اشقط بالبيجو. وانت مال امك؟ ها بلال، عايزها ليه 7 راكب يا بلال؟ وانت مال لا مؤاخذه يا شيخ صالح، لا مؤاخذه، معلش انا محتاج العربيه دي تحديدا عشان هقضي بيها مصلحه وارجعها لك على طول.